جزاكم الله كل خير. فضيلة الشيخ، بالنسبة للرقية الصحيحة، هل على الإنسان أن يرقي هو بنفسه على أولاده أو على زوجته، أم يذهب للرقاة إذا كان منهم مأمونا؟ إذا كان يحسن الرقية أنه يرقي نفسه ويرقي أولاده ويرقي إخوانه المسلمين، أما إذا كان لا يحسن الرقية واحتاج إليها فلا بأس أن يطلب من أحد إخوانه الذين يتقنون الرقية ويحسنون أن يرقوه، لأنها سبب من أسباب الشفاء بإذن الله. نعم.